شوف هو اللي تشري من عند ابي سيري اللي مع بنكي ديالك اللي تخش في التراج تقدر تغني 100,000 ام ار اي. انت مودي تي في بارتي تو تي في بارتي كل اسبوع بنكي لي طا 200,000 ام ار اي فور دو بيرسون. رمضان كريم مع بنكي لي قال قد بنكي لي بنكي لي بنكي فيتي. تابعونا على صفحات التواصل الاجتماعي للبنك الشعبي الموريتاني. نوع رانك عندك ايرير ما انا عدلتيه انا ايه غير ما وشي لا تخلعي يا ابو يا عمر هذا عاد الله ينكذب نادم عاد لا تقول لانه لا هي وكلا رواقش انت اسم هذه الفضة يتام نادم يكون لبته ومقوبنا الى الفضة ولا تقل تسمش ولا تقل تلقي وانا انا قاعد لنش شيء لا شفتك تقول ان انا يستهي لبيتك نقول اخر وسلم انا السيدي حيب الله صايعني من دار ويامس والله العظيم الكريم اللي صاعني يلي وخذ عني. بسم الله الرحمن الرحيم. حق عندك حي بالله صاعني من دار وقال يا وخذ عني انت لا تدخل بيني انا مع اخويا ما زال حي وتدخل بيني معه ميت او خذ قال لي عني لا تيجي قال لي تسمي له لازم قلت لك لا ينكذب. شوف انا إن قطف تليفون ذكرت لمولي هاي الأخبار إنه صكك عليها وقيم عليها قيم عليها ياسر من الحس قال أنا مولي تقدر أنت هو تقاود الماء تقاودت أنا هو أنا راجل عمي وأنت بينكم بينك تهو ولا ياسر من الصحبة وشوف أنت ذاك اللي ظاهر لك على إنك أنا أخوه بعد قاع ما نعرفه بس من حيلة مدة تعود يقوم حس علم وساخ الدنيا شخصية ما نعرف ولا ربيت عليه
اي ولا انا انت انا مولي انا الليله نقول لك ان عمر هذا حقيقه ما تلقى ينطاق ولا ترجع تتكلم معه وين تسمي الفضل والله الشيء هو لك يا منادم لا يمرق منه. الو حضرات فتبارك الله هدانا بيجلو في نعمة عربينا وش ماسي اصل الصح شو ماسي القذرة ما شاء الله تري يدكم انت سلمي لعمتك انا عمت اللي يدك وني وني ما تعرفني خليه عمي هذا يا واش علي اذا ما كنت نتوقع من روالك جاني لا بخلني يكون شي ما يعرف ليه ايش سبب قول الله الا جاني وقال انت يا ما شفتك ولا جيتي للدار وعاقب الدفن كذا شو ملاني من حريطه قلت له انا قاعد دار ما انا بس ما كنت نجي انا جيت لدفن والدي ومشيت والدار قاع ما بس ما كنت نجي قال لي شبيك ما تجينا وشبيك ما تجيني انا وعمك واكبر منك والتاني اكبر لي التفاهه الين واخاو مني شي ما كنت نبغي نقولو قلت له اذا نجي للدار لا وقتي جاي ندور تاريكتي قال لي اني ما عندي تاريكه وانه هو قاع ما خلى شي واذا نمشي بل منين داير نذبتو وشي قال يا الرحمن قد نعبروا لك نانا انت تعرف ان عمر ذاك العم صنعته مسكين أقل بعد ذاك ما تحته قاع ما هو طيب لا يعني يخليك هو هاي التركه قاع مشكله هاك مالي دور تعودي علمتي باخبار الطفيل مالي فهمنا ما هو مقيم حس مانع باخبارها وانا بعد ما تعودوا مسوليني لا تتأناه شوي باخبارها ما معجل عليش وفي النهايه انت ما قلت حد قاع يسميك ولا يعد الى عاد قطو عدل لك شي ما وصاله وراك بعد تأكد انت اني ما تريك تحدي عدل لك شي ما امونك عندك وحقك في هاي التريك تضوي تجبريها لزين حيدة ولا يسمع قلت حدي قعد في حقك ولا في ذاك اللي عاطيك شرع الله تبارك وتعالى ابدا الا يخليك لي هذا دركته ولا انت انا قطو عدل انت تعرف وفايت لراسك يا غير مسامحتك انك ما عندك ظروف تقدر تتكلم لي بيه الطفل الصا ما علم تبدا العدل وهو اللي عاد بصنعت وانا ما يلا يلحقها لي بلي شو ما قط جريته منه ولا قط قلت له شي خاسر ولا قط درت عنده شي لعل قاع نتكلم انا هو معناها عنه ما هو لاحني لاني جيت والله اني ما جيت والله اني كذا والله اني مرقع وما تعني عمي حق وعلى العين والراسيه غير الثاني لا اله الا يلحقوا لي انكار الصهون الوالد يانا ما عنده شي ولا خلى شي ولا واسى شي ونمشي نثبت انه عنده شي ونمشي نوقف حجه ما هي خالقه ونمشي نواسي ونعدل يتحراني نجي وقعوا ما جايبوا علي شيء هذا ما هو شان الاعمام اللي عدلوا ولا هو شان الاخوت وانت لا سال الله يخليك لي ما طفينا انا العدل قاع ما علمت بي. الو حضرات الو بي تقول الناس البلاصه اللي كانوا فيها مشاو انا وانا ضركت لي خاوه عني شوي كني ريت فرصه نقول لك بين وعندهم عملية أخرى كبيرة لأن الرافر صخرة دور إن شاء الله ونقولها نقولها لك فيها دارك ما نعرف فين تري دخلوا عليهم مهم ماشي لوكاليزاسيون البلاصة اللي هما فيها وراي نحاني لين يطرع عليك شيء سهو شنو علمني بيه وبالك لا يفطوا لك الناس أوكي إن شاء الله حق الله إن شاء الله حق إن شاء الله نكردك أنا نكردك ندور منسك ندور نعظمك كبتك أنا ظل ما يعرفوني زارعين لي قشادة ما يقد يؤد قاع مرسول من مراسيلي ما يقد لا يرقى قاع النعود ذبابة عندي
أنا سجل المكالمات اللي في الخارج وراندي للناس اللي الفوق وراندالي وذاك سليته بريني صمنا الباقيش لقدو لا يحقرني يا أبونا. شفت حصر أموال المتوفي اللي هو طيب يعطيه الرحمة يعطيه الرحمة والغفران وهو وفينا أنا هذا إنه ما تلقى له شيء غير أنا يا أخوة نبقت لي رواية هون صراحة ما فات وضاحت لي قبال كيفاش؟ هي هلا رواية تميتي نبقت لي هون ولا فات قبال مثلا عاد واضحة لي قبال وعليه أنا ما نقد كيف تعرف من الناحية الشرعية نتكلموا في رواية ولا نعدلوا فيها شيء ما فات وضاح لنا فيها تبين من الناحية الشرعية وعليه لين خرج زواياها كاملة لين نفوت نتأكد توضاح لي حد إن نعود نقدم بقية في حكم شرعي أعطانا لوكاليزاسيون بالموقع الحقيقي اللي فيه العصابة اللي بشاتوا بالموقع اللي كانت فيه بدون الناس اللي معاهم فطان وفطنوا تحركاتنا رغم أني أنا نوصي العناصر كاملة يعني نعود قابضين احتياطاتهم قال الناس ما هم بسيطين وطبيعي أصحاب السوابق ما ممكن الناس الأخرى اللي مزات مبتدئة يقال بعد ورق ملاكم واللي إحنا اللي مراقبينها كامل أنا يا أخويا نختار نعتذر منك حتى على مرات نعطيك ميعادنا قبل واجع الله ما نصيب أنا عايد عملي يقتضى مني شوي من التركيز وأهلو دائما أغلب أوقاتهم ما هم لهم بين اللي على عاتقنا مسؤولية كبيرة وولاد مولانا وتوفوا علينا ما جاورنا سابقا ما حذر عنها حتى وصون أختلاك تسمح لي ذاك يخليك لا عادي شفت أولا الزمن قاع الناس واحلة كاملة ومشطونة فعذرك مقبول على كل حال أنا خالق قضية ياسر من الزمن نختير نلحق عليكم كان نتنجى من حقها قضية شنو يا أخوي؟ شفت ذاك المرحوم رحمة الله علينا وعليه طيب الطيب رحمة الله قط شركني معاه ما شاء الله ياسر من العمل فاهم خالق امرأة قط رضي الله عليه عنه عاد معاه وأنا من الشهود اللي حاضروا العقد وذيك الأمور بعض كاملة واخترت نقولها لكم لعله تعود معكم عالمين بيه طيب تعرف انت مره كانت حوست والله انا من الشو وهذا مولي متاكد لك منه انا صاحبي كيشي لا نسافر معك شو وعد يا اخو لا نسافر معك صاحبي شفت المردة اللي كنت نقول لك ها منادم هذه اللي بطرونه كنت نقول لك على اني بين معاه روايه وظنوا انه لا ينعدلوا امر صاحبي قلت لك تكركروا قلت لك خوتها مشكلته متينه ومتعقده وقلبنا ذي قضيه التركه قلت نحل جينا واقفين التاليه من التاليات بوهم رحمه الله علينا وعليه اظهر له طفيل كان متخيم خيمه اخرى وعادت التركه لابد من تنعل وبقيت لك انا ما نعرف الواقع اللي شنو سمعتني وبقيت هون صاحبي ما تيت نعرف اللي نعد عالم مولانا يا اخي ليش عاد ايه والطيرون عليك هماك وقت تمشي معنا انا ما الطيرون عائله انا الطير شيمون عائله الواقع اللي انا ما تعرف شنو التالي متى نقول لك اني لنسافر معاك انت ما كنت مبرمج مشكله كنت لابيك يا منو اللابيك الهرده والعجله قاعد يبوي تتكيس ولا تسافر معانا اذا مور ينحل بالشور وحد تكيس سمعت وتكاي شوي توفني طعرة بعدها أخوي ما تقد تزمق ما تقد تجينا إحنا كل وقت عيط علي وكذا باتتي باتام تقدم العادي مهم لا تفقد الأمل تمارك خوي ترقب ضغوك يا أوراق العادي صاحبي عادي شنو يا أخي أنا مرقلي لبوين على رواية لا هي نجبر منها استفادة يا أخي حقيقية ولا هي نعيش حياة ريلاكس تم يا أخي نينة او عادي الوتة توفت كوماندات عند الراجل يقولي خليه هنا تحل مشكلة من هذا اللي بان لهم مارك لا العجلة
تركب الكرش تولي بيت تاكخذ. ما عرفت قاعد تخلق لي شنو، تميت نفرح 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 نينا اتقع نختار الصبح اللي صبحته كان يعني مش باك تبصيف تلي وتوف. انت مفاتيح ماشي بيهم علاش؟ انا كنت جاي لنا الدار لنا عتالة رقاش تقبل انت تمشي بالمفاتيح وتخلينا هاي ما هي شغلة. اي واللي تقولي الدار شو فيها راعية كنت نقولك دار زينة تبارك الله. اي وتو معنى انك تحاصر لا راسك الا انت يظهر كلي تعدي ذنب ان شاء الله ونكتبوها على اسمك. اي وتو الله اي حق ساعتين رد في تخنا ولا قاع اعتبر عني قابر توتو. ايوه ما راح هو بعت اخبار ما في مشكله توتو ما في مشكله يبارككم ان شاء الله. ان شاء الله علينا وعليكم ان شاء الله. بس من حال باش تخرصي نهار تو الصيف فيه نقيسوا فيه يا خويا مخيل يخدموا لنا وفوا على قضيتها يا خويا اكوري توازن. انا اللي بيا ما نعود قاع كنت مشيت معاك شهرها ما هو خوف من اخبارها معان الله بعيد فيا اللي كي قلت لك انا ماني من الخلق اللي يرصف على شيء ما هو له والناس نبقيها كامله تعود كلها ذاك اللي له يجبره ما يحتاج حقه ما نبقى حد يكز عليه مسلم مولانا ويمنع من حقه قرانا ضغط علي العمل بشكل ما تقدر تصور اسمع وتوف خلينا تم نجابره على واتساب إلين نجبران الوقت اللي صايب فيه ونرقب له تليفون سوي وقت ماني قايل لك الصبح لا نهار الاخر لا ما نعرف الوقت اللي صبح لاني في اقرب وقت تو نرقب لك انا التليفون نجابره ان شاء الله ونجوها وتعرفني بعد عليها وسلم عليها وراني الطريقه الاخرى اللي هي نقبل انا ونجبر بها المعلومات اخبرانا فيها ندور نعدلها من بعد نجابره قاع ونسالم وعدنا نبلع عنوانها والله 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 ما في مشكله